صرت جاهزة للإيفنت. طبعاً الإيفنت اليوم مع جيس. المهم خليني أوصل بسلام، عالقة بهالزحمة، وبس أوصل إن شاء الله أصور لكم الأجواء. وخلصت الايفنت ورجعت البيت. الزبدة قبل ما ابدا موضوعي، اول شيء بقول لكم تعرفوني انا انسانة اخر وحدة ممكن بالسوشيال ميديا تعطي وجه للناس اللي تتكلم عنها، او الناس اللي تقول اي شيء بالكومنتس، او الناس اللي تنزل اخبار عنها، او الناس اللي تسبها او او او, أو الى اخره. تعرفوا يعني ممكن ينعدوا على الاصابع، ممكن تكلمت مرة مرتين ثلاثة يعني مرة ينعدوا على الاصابع من وقت شهرتي ليومك. بس في ناس ما ادري يعني ما ادري الواحد وش يقول عنهم، ما ادري لمتى انا بسكت. سؤال، لمتى انا بسكت؟ خاصة ان هذول الناس ارسلت لهم تحذير من تحت الكاميرا، بس واضح ان هم ما يفهمون. اتوقع انهم فاكرين لاني في امريكا ما توصلني الاخبار، لانه مجلتهم ما تنزل الا بالخليج، بس للاسف انه توصل أسرع مما توصل للإدارة حقتكم. أوكي، المهم مجلة ليالينا، طبعا كلكم تعرفون أني أتكلم عن هالمجلة. هالمجلة مرة نزلت عني موضوع وكلمت إدارة أعمالي، أرسلت لهم أنذار، قلت لهم يا تصححون المعلومة اللي طلعتوها يا أنه ما راح يصير خير. ما أذكر إذا صححوها ولا لا وقتها لأني ما تابعت الموضوع، لأن عندي أشغال أهم من أني أتابع زي كذا مواضيع. المهم بعدها صاروا ينزلوا مواضيع ما ضرتني، بس انه يعني مو شيء يضيف لي، عرفتوا؟ ضحكت، مزحت، طقطقت، ما ادري ايش تعرفون انتوا عاد. المهم بس توصل لانكم تحطون عنوان زي هذا، لا حدكم وستوب. مره ارسلت الانذار تحت الطاوله، قلت ما راح اتكلم بالسوشيال ميديا ولا حلجأ للقضاء، قلت أعطيهم فرصة، ممكن تكون وصلتهم معلومة. أنا إنسانة أحب أعطي فرصة للي قدامي، إن ما استغل الفرصة هذا وتعدل يصير الواحد يلجأ للطرق الثانية، عرفتوا؟ فواضح إنه من تحت الطاولة ما فهموا، فالمفروض إنه أنا أوصل لهم رسالة على السوشيال ميديا عشان الكل يسمع، لأنه واضح إنه هم ما يسمعون، عندهم مشكلة. المهم إنه الموضوع اللي تكلمتوا عنه ولا يهمني إيش داخل الموضوع، أنا يهمني العنوان اللي بالخط العريض. الكلام هذا اللي انقال بس حطوا براسكم وتذكروها، لأنه بتفتحون على نفسكم أبواب جهنم. وأقول لكم إياه من الحين، أنا إنسانة مرة نادر ما أهدد، مرة نادر ما ألجأ للقضاء، مرة نادر ما أعطي وجه الأشكال زي كذا، بس too much لما فأنا أعطيت الفرص الثلاثة اللي هو من دار تحت الطاولة مو على العلن، الثاني طقطقة ومزح على العلن عشان أوصل رسالة من وراء التريلات، جاء الوقت الثالث اللي هو تشهير بالسوشيال ميديا، والرابع اللي هو رفع قضية. فاللي تابعني بليز، اللي يعرف محامي بالكويت، أتوقع أنه مجلة ليالينا كويتية والله أعلم، فأحتاج محامي شاطر في هذه الأمور بالكويت، لأنه يقول لك يا فرع أمي فرع نقل، قال ما لقيت أحد يردني، فجاء وقت ان نرد بعض الناس. وبس والله وصلت المعلومه، وبليز بليز اي محامي حاب انه يتعامل معي او اي حد يعرف محامي كويس راسلوا اداره اعمالي عشان نبدا بالاجراءات.
وبس والله اصلا كذا كذا احتاج محامي بالكويت، لانه عندي بالسعوديه وعندي بامريكا، بس احتاج بالكويت ضروري يعني. وايش بعد؟ وبس والله هذه هي كل الحكايه، وكل الحكايه اني اشتقت لك. انت ما تصدقون قديش بموت مشتهيه بليله جده اللي عليها ما ادري هو الطرشي الاحمر، ما ادري هو الطرشي ولا سلطه ولا ما ادري شيء جديد. الزبده ابغى بليله جده. انا عارفه اسوي البليله العاديه اللي فيها جزر وخيار وخل وما ادري ايش، هذه اعرفها، بس الشيء الاحمر اللي نحط فوق البليله هذا قولوا لي وش بموت. اللي قاعدين يقولون لي هذا شمندر ولا خيار منقع بشمندر يعني مع شمندر، لانه كذا اذكر كأنه شكله كان شكل خيار بس احمر كأنه منقع مع شمندر يعني. نعم انا قاعده اسولف عن موضوع ما قاعده امسكك ولا احمس عليك. زينهم قولوا لي بالله شمندر مخلل ولا خيار منقع مع شمندر عشان يعني أعرف. يا مايلو اخ والله انكم احسن من كثير ناس والله زين الزين. شكرا لكل الناس اللي قاعدين يراسلوني باسماء المحامين، قاعده كابتشر كل شيء، وبعد اتوقع اكيد في ناس قاعدين يراسلون اداره اعمالي، فان شاء الله اشوف منهم ايش افضل شيء ويصير اتعامل معه اكيد ان شاء الله. المهم خليني اروح الحين امسح ميك ابي. الزبدة اللي يقولون لي ايش فيك معلقة على الاصفر اليوم، مو معلقة صدفة والله يعني مو مقصودة عرفتوا، بس مؤخرا بديت احب الاصفر عليه، شكلي بكثر ملابس صفرة ببثركم اصفر، مع اني ما احب اللون الاصفر ترى يعني مو ما يلفتني، بس لاحظت انه باللبس حلو يعني ما ادري حبيته عليه، شكلي بصير من تخيلوا اسوي بيتي اصفر. يا زبوط النقع وش سويت بغيابي يقول ها؟ نعم خلصت. شوفوا مين جاء طبعا من الصوت تعرفون البرنسيسة ميلا، تعالي اشوف، تعالي يسألون عنك، واحدة تقول صوتي ميلا، تعالي فيوه ما تسمعون زي منها الا صوتها. ميلا come here come to mommy ميلا come here وينك، تعالي يقولون وين ميلا، تعالي ما شاء الله عليك ميلا، يسألون عنك يقولون وين ميلا، يقولون وين ميلا، تعال ما شاء الله عليك اوف يمديني اشيلك، يقولون وين ميلا، ما يسمعون منك الا صوتك في البيت، ما يشوفون شيء منك الا الصوت، هذا الصوت اللي يبغاله احد يخفيه.